تنساش انك بتكلم منتج سمير وشهير وباكي. يعني السينما الجد بشرط ان انا يعني عالم السينما الجد بفرح ويعني بنات العام مرة ان شاء الله. انا شايف ان لا هي مش مسألة سينما جد ولا سينما كوميدية ولا انت لو عايز تكلم عن سينما مستقلة السينما المستقلة طبعا جزء من الحركة بس على مستوى جماهيري هي لسه ما أثرتش بس انا ممكن اقول حاجه ثانيه هو ممكن اقول ان في بكره كلمه دي عارف بس كلمه موجه في كان موجه من الافلام الجيده بيصنعها مخرجين معظمهم كبار السن افلام يعني مش عايز اتكلم عن افلام بعينها بس افلام زي 6 7 8 زي 1 0 زي فلنكي ميكروفون ففي موجه كده بتقالها يعني عشان في ثوره في السينما المصريه بقالها 3 4 سنين سنه 2009 بالتحديد ودايما تلاقي فنان عنده رؤيه يتنبا بالمستقبل فيمكن الفنانين تنبأوا بالثمر من خلال اشكرك يعني انا مش قد المقارنه الجميله دي ويعني مش قدها بجد فاعذرني ان انا عمري ما هعرف احط نفسي جنب الاساطير او الوحوش فعلا زي فنانة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة او غيرها من الفنانات لكن اشكرك على كلماتك الودودة وان شاء الله فعلا في عمل رمضاني في 2012 وان شاء الله هيكون مقتبس عن قصة ادبية فبرضو هكمل في خط معين انا بحب اشتغل فيه خصوصا في التلفزيون وهو ان احنا نعرف المشاهد في البيت على قصص ادبيه ما اقدرش اقول اكتر من كده دلوقتي امضي كده وبعد كده بقول لكم ان شاء الله. وبدايه لو هنتكلم عن الرقابه قبل الثوره وبعد الثوره فالرقابه بعد الثوره هي اللي قبل الثوره مفيش اي اختلاف. انا الفيلم ده الحمد لله ما واجهنيش فيه اي مشاكل رقابيه الحمد لله ما كانت مشاكل التنفيذ والمعوقات كلها سببها ان احنا عايزين نطلع بسيناريو جيد خد فعلا لنا سنين والسبب الثاني هو المعوقات يمكن الماليه بشكل معين في وقت معين لصناعه الفيلم بس الفيلم ده معوقاته ما كانتش ابدا للرقابه. عندي افلام ثانيه معوقاتها الرقابه ولسه المعوقات دي قائمه يمكن يعني اوحش من قبل كده. احنا عندنا مشكله كبيره في الرقابه المشكله دي مش هنعرف نحلها في دونكم دون الصحفيين دول اول ناس ممكن يساعدونا في المشكله دي. هدفنا ان احنا داخلين دلوقتي عارفين ان احنا داخلين على موجه سياسيه فيها تحفظ اكبر فمعركتنا هتبقى اكبر بكتير فمن غيركم من غير كل الناس اللي تقوم بحريه التعبير في مصر مش هنعرف نتواصل فيها فاتمنى من الناس كلها انها تساعدنا في المعركه اللي احنا داخلينها دي ان احنا عملنا ثوره عشان حريه التعبير فما ينفعش يبقى نتيجتها حريه التعبير اقل. ما ينفعش يبقى بعد ما في رقيب سياسي ورقيب فني ورقيب بوليسي ورقيب مخابراتي يبقى كمان عندنا رقيب اخلاقي هو اللي هيحدد ايه اخلاق الشعب وايه اللي ما ينفعش من اخلاق الشعب. فاتمنى تقفوا معانا في معركه الحريات وحريه الابداع في مصر. بالنسبه للشكل او يعني اسماء قريبه جدا من ناس كتيره بنشوفها في الشارع اعتقد انه يعني بالنسبه لي مهنه التمثيل ما هياش يعني انا مش موديل او انا مش البنت اللي مقاييس الجمال فيها رهيبه او فيها ابهار فهي بتحاول انها تبين ده في ادوارها. انا بالعكس انا مؤمنه جدا بان انا لازم اتحول كتير جدا وان انا يمكن احسن كومنت او احسن حاجه ممكن تتقال لي بعد ما يخلص فيلم ان حد يكلمني يقول لي انا ما عرفتكيش او انا حسيت ان انت مش هنا او انا حسيت فعلا ان انت عندك 45 سنه وحسيت فعلا ان انت عيانه. انا بعمل الشغلانه دي عشان كده انا بشتغل الشغلانه دي عشان اعيش حياه ناس ثانيه وابقى حد ثاني لمده 3 شهور تصوير واقنع الناس بان انا حد ثاني فهو ده اللي انا بحبه في شغلانتي فلو ده هيتطلب مني ان انا اوحش نفسي واكبر نفسي والبس لبس عادي جدا وممكن يكون كمان تحت العادي فانا هعمل كده ما عنديش حدود في الموضوع ده بالعكس انا كل ما ببعد عن هند كل ما ببقى مبسوطه. شكرا على السؤال. لو هنتكلم على فكره اللهجه
فاللهجة طبعا جزء منها ان هي كانت عايشة في الريف وقت معين وبعد كده قعدت 16 سنة في المدينة, فوقت المدينة ده اكيد اللهجة بتتغير. فعشان كده ممكن تشوف مشهد فيه لهجة فلاحي قوي في مشهد اللي بعدين لهجة فلاحي اقل, ده السبب يمكن. وخصوصا كمان ان بنها مش بعيدة قوي عن القاهرة. تاني سبب, تاني موضوع هو موضوع ان هي دي كانت عندنا مشكلة كبيرة. طبعا هي فكرة ان الشخصية مثقفة عن حقيقة الشخصيات اللي بالشكل ده, بس الحقيقي ان احنا لو وجدنا ده في كل الناس اللي قعدنا معاهم اللي هم المتعايشين بالفيروس, لان دي حياتهم, فبيوصلوا لمرحلة ان هم فاهمين اكتر من الدكاترة وفاهمين حقوقهم اكتر من بتوع حقوق الانسان, لان هم عايشين في ده وبيتكلموا في ده صبح وليل وليل وصبح. فمهما كانت خلفيتهم حتى لو ما بيعرفش يقرا ويكتب, بس يبقى عنده نوع معين من الثقافة اللي هي دعوة بمرضه وحقوقه كبني ادم. يعني هرد, انا هرد على جزء تاني من السؤال. هو انت الاول لما قلت مش مهتم بالسينما, انا يعني وبقيت مهتم بالسينما, دي حاجه فرحتني جدا. يعني انا حاسس ان في عهد النظام القديم ناس كتير قوي كان المفروض ان احنا نهتم بالكوره بس, مش السينما, مش السياسه, مش حاجه تانيه. ومبسوط لما اسمع بالذات كصحفي, يعني اعتقد حاجه مهمه قوي انك تكون مهتم بالفن والسينما. بالنسبة للربيع العربي والسينما, في دور السينما في الربيع العربي, احنا يعني يمكن اسماء ما فيش علاقة مباشرة باللي بيحصل, بس لا هو في علاقة زي ما قلنا في حوارات كتير وفي لقاءات كتير قبل كده, ان الاسماء حققته من خلال البرنامج اللي هي بتطلع فيه من خلال الفيلم ده. هو انا بحس ان حد ما هو ده اللي الشعب المصري حققه من خلال الثورة, يعني هو نفس الشيء بالرغم ان القضية مختلفة تماما. فلو ده ملوش دعوه بالربيع العربي يبقى مش عارف ايه اللي ليه دعوه. بصوا, انا شايف ان الفيلم ده معمول قبل الثوره بكتير, وكان هدفي من الفيلم اقول ان احنا زي ما عندنا حكومه فيها مشاكل, احنا مشكلتنا الاكبر ما بيننا وبين بعضينا. الفيلم ده بيأكد على حاجه كنت اقول بقولها, ان احنا خايفين من بعض اكتر ما احنا خايفين من السلطه. ولما السلطه راحت اكتشفت ان الخوف ده اتعرق قدامنا كلنا. مفيش حد قاعد في القاعة دي ومفيش حد قاعد بره القاعة دي في مصر إلا لما هو خايف من الطرف التاني. الإسلامي خايف من الليبرالي, والليبرالي خايف من السلفي, والسلفي خايف من المسيحي, والمسيحي خايف من كل الناس. فعندنا مصيبة طبعا. فالخوف ده هيحل هو المواجهة. الفيلم عن كده, عن كسر حاجز الخوف والمواجهة. أسماء واجهت, وإحنا كلنا كمصريين زي أسماء لازم نواجه, ولازم نكشف وشنا, ولازم ما نخافش من قلوب معتقداتنا, ولازم نواجه ونشوف اللي هيحصل معانا. الفيلم خلص وان احنا مش عارفين لسه هنعمله معاها ايه, لان اللي هيعمله دول هو احنا, هو الجمهور, هو المصريين, وهي دي اللي قادمه. ومفيش حرب في الاخر هتنتهي الا من اللي عنده حق هو اللي بينتصر. وانا لسه متفائل ان احنا هننتصر مهما كان القادم نوعا. لا, هو انا رايي زي ما قال عمرو ان هي السياسه عمرها ما بتحدد مسار الفن, او الفن دايما مشكلته مش مع السياسه, والا ما كانش هيبقى في ايران مثلا سينما عظيمه, والا ما كانش هيبقى في نماذج افلام هايله في افغانستان مثلا. ما افتكرش انه اي سياسه في العالم, سواء كانت سياسه دينيه او سياسه اشتراكيه او سياسة, مش هي اللي بتحدد مسار السينما او الفن عموما قد المجتمعات المدنيه. واحنا عندنا يمكن عيب فعلا ان احنا سهل ان احنا نلوم كل حاجه على السياسه والسياسيين والاتجاهات السياسيه او الاختيارات السياسيه, واحنا كمجتمعات مدنيه مش بنعمل حاجه علشان نقاوم. هي المقاومه مش بس يعني هي انا بالنسبه لي لا هي تقبل ولا هي صدام, هي مقاومه. يعني لو 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 في كلمه فعلا هتعبر فهي كلمه مقاومه, بمعنى ان انا مؤمنه بسينما معينه, او مؤمنه برؤيه معينه, او مؤمنه بوجهه نظر معينه, سواء كانت في ديني او في حياتي, او فانا هقاوم من اجل ان انا احتفظ بهذه الرؤيه من غير ما اصطدم مع رؤى اخرى, ومن غير برضو ما اتقبلها, لان مش مفروض ان احنا كلنا نتقبل الاخرين. هو المفروض ان احنا بس نتقبل الاختلاف. انا ممكن ما اتقبلش رؤيتك, لكن لازم اتقبل ان احنا ماشيين على ميثاق اجتماعي يخليني يخلي ليا الحق ان انا اختلف معاك. بالظبط بالظبط.